وصبحكم الله بالخير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم يقول إن العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يبين في نقطة مهمة هني، يقول وإذا استغسلتم فاغسلوا. شنو معنات العبارة هذه؟ ترى الحديث في صحيح مسلم، معناته إذا أحد طلب منك أنك تغتسل له وتعطيه مثلا وضوءك أو طهرك أو شيء من أثرك لا تمنع، يعني لا تكابر على هذا الشيء، أنا عيني باردة، أنا ما فيني إلا العافية، أنا ذكرت الله، أنا يبقى خلاص بدام هذا في نفس الشيء اتجاهك ويقول لك أنا يعني مثلا أبي أثرك ولا أبي وضوءك، عادي، لا يعني يضيق صدرك ولا أبد أبد، كله يعني خليك بأريحية، ترى هذا من حقه. وسبحان الله النفس البشرية ضعيفة، ويمكن أنت تكون، أقول لك يمكن أنت تكون سبحان الله أصبته بالعين وأنت ما تقصد، فزت نفس، ترى يعني شيء عادي جدا، يعني مو إلا أنت تكون إنسان خبيث ولا إنسان سيء عشان تصيب واحد بعين، قد تكون أنت من أطيب الناس، لكن سبحان الله ما ذكرت الله عز وجل وفزت قلبك وأصابتها العين. فيعني إذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا أحد طلب منكم أثر ولا شيء لا تأخذون الأمر يعني بحساسية، خلكم يعني بريحية. عسى ربي يحفظكم، صبحكم الله بالخير.